موضوع انتقاله للنادي الاهلي وعمر قال لي انا كنت مركز في الملعب، قلت لهم الموضوع المواضيع كلها مع والدي، لكن رغبتي الاولى هي اللي حاسمه الموضوع، انا مش عايز اسمع اي انديه اخرى، اي فلوس، اي كلام، انا رغبتي الاولى والاخيره النادي الاهلي. بص يا كابتن، احنا النادي الاهلي كان طريقنا من اول ما خلصنا نهايه العقد بتاعنا من النادي المصري. حلو؟ دي كانت اتجاهاتنا، وفي بعض من القامات في النادي الاهلي تواصلوا معايا وتواصلت معاهم على امل ان عمر خلاص ده فري وهيلعب في النادي الاهلي، والكلام ده من 5 سنين بالظبط. يعني عمر خلاص قرب قرب قرب، لا ده بعد شويه، لا قرب كده. فكان المواقف اللي بتحصل بتبعد عمر بطريق غير مباشر، يعني غصب عني وغصب عن اداره النادي الاهلي. حلو؟ واتحركنا ساعتها وما رحناش النادي الاهلي، لكن المره دي تصميم عمر هو اللي خلى في حاجه جوايا ان انا ما اقولش ايه بقى. خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى كرمه بنادي مودرن فيوتشر، وخد شو كبير قوي وراح منتخب مصر وهو في فيوتشر، وخد فلوس كويسه، وانا بشكر من خلال حضرتك اداره نادي فيوتشر على الفتره اللي قضاها عمر. وعلى هو صراحه بعد انتقاله اتكلموا عنه بمنتهى الاحترام صراحه. طبعا، لان هم يعني كيان محترم واتولد كبير، فيوتشر اتولد كبير وما زال كبير يعني. تمام. فهم ناس يعني ما بتاثرش مع اللعيبه معاها في اي حاجه، واللعيب ده نمره واحد ويعني ساعد عمر كتير قوي. لكن نهايه عقد عمر انا لقيته جالي بيقول لي في حد كلمني، انا عايز اروح النادي الاهلي. خلاص، رغبته الاولى هي اللي حسمت المواضيع كلها. ايوه. قال لي بص يا كيمو، مع احترامي لكل انديه مصر، كلهم قامات كبيره واسامي كبيره وانديه كبيره، لكن انا رغبتي نادي الاهلي، نهايه مشواري هو النادي الاهلي. المحطه دي النهارده بيقول لي كده، المحطه دي يا بابا لازم تكون نادي الاهلي. لاني انا هبطل كوره ان شاء الله، ربنا يقدرني افضل العب لاخر نقطه عرق في النادي الاهلي. كابتن كمال، اخيرا النصيحه اللي انا عايزك تقولها لعمر وهو معانا على الهوا دلوقتي. انت ما عملتش اي حاجه للنادي الاهلي ولا لمصر لسه يا عمر يا كمال يا عبد الواحد. نشكرك شكرا جزيلا كابتن كمال، كانت مداخله مهمه جدا.